لكسي عندها فول تريتمنت سيت لكل مشكلة من عينيها بضفيرها. لكسي سترونج هاردنر لكل الضفير اللي بيتكسروا وما بيطولوا بسرعة. لكسي انتي سبليت هاردنر للضفير اللي بيعملوا دي دوبلومان وهن قاسيين وطوال. لكسي ريتش فيلر للضفير اللي عندهم تعرجات. لكسي نيل وايتنر للضفير اللي لونهم أصفر. لكسي نو بايت كرمال ما ناكل ضفيرنا. وآخر شي عنا لكسي ستيكي بيس كوت للبرفكت نيلز اللي مش بحاجة لتريتمنت بس منستعمله كرمال ما يصفروا ضفيرنا ويضاين الفرنية أكثر.